أهلين بابا، خير؟ ما بعرف بابا، حاسة حالي مخنوقة وتعبانة، حابة أحكي معك لحالنا. طيب بابا فوتي فوتي، عمتك نايمة، فوتي. بابا ما بعرف شو اللي عم يصير. ماما تعبانة كتير وصار لها يومين عم تبكي ومتوترة. بسيطة بابا بسيطة، خليكي جنبها انت. مو انت؟ انت بتعرفه من الصبح لهلا قديش صار لي مشتاقة لك انا؟ بعرف بابا، بس مو قد نص ما انا مشتاق لك. واكثر. بابا المهم هلا لما ترجع على البيت بتوقفي جنب امك، خاصة بهالفترة هي بالذات. ما هو هذا الوقت بالذات اللي مربط لي ايدي. بابا ايمتى بدنا نخلص بقى؟ من شان الله قلي. انا اسف بابا، انا بعرف اني طلعت من الحبس كركبتكم كلكم، في ناس من اللي حوالي تعبانين وعم يقاسوا، بس هذا هو ثمن الحقيقه، كلكم عم تدفعوا الثمن معي. بابا لا تحكي هيك، انا ما عرفت طعم الحياه غير لما تعرفت عليك. بعرف بابا، كرمالي تحملي، كلها فتره بسيطه بتنتهي، وانا بوعدك انه هالمآسي كلها هينغيبها. صحيح بابا، حكيت معي حنان وقالت انه ريهام صارت معهم بالبيت. انت لازم تنبهيها، لانه احتمال كبير انه رضوى تصطدم مع رؤوف. بابا حنان لما حاكتني قالت لي من لما اجت لعندهم ريهام على البيت وابوها وامها يعني ما تركت لهم فرصه انهم يحكوا مع بعض. وحنان الله يعينها كمان متوتره كثير لانه في كثير مشاكل بينها وبين ريهام. طب ليش؟ ما بيتطايقوا. هلا حنان كثير حاولت انها تتقرب منها لريهام، بس ريهام من طول عمرها هي مكيوده وغيوره. بسيطه بسيطه حبيبتي، كله هذا بنحل. المهم هلا روحي على البيت وخليكي جنب امك ارجوك. بس بشرطها. شو؟ بدي اياك تدير بالك على حالك كثير منيح. طيب خلص لا تاكلي امي. حبيبتي باي. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.